السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن الله جميل يحب الجمال، جاء الإسلام دينا شاملا في العقيدة والشريعة والأخلاق، يهتم الإسلام بالنظافة ظاهرا وباطنا. يحب الله النظافة لأنها جمال وإن الجمال كمال يحب الله ورسوله من يهتم بالنظافة وهذا يتوافق مع قول رسول صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال شكرا جزيلا يا أستاذة